الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الانتخابات امبارح عدت على خير، ان شاء الله النهارده تعدي على خير باذن الله. وبندعم شرطه الشروق بصفه خاصه اللي هي بقى لها 3 ايام، كتر خيرهم، مستمرين ومحافظين ومنظمين، كتر خيرهم. وان شاء الله باذن الله يا رب الانتخابات هتعدي على خير باذن الله. نطلب من كل مصر مصرية ان هم ينزلوا نطلب صوتهم، عشان احنا محتاجين لاستقرار احسن بلد. الحمد لله مصر مستقرة وهتبقى مستقرة ان شاء الله.